بالنسبه للقضيه باش نرجع كنبغي نرجع على القضيه ديال صاحب الثقه، هذا يقدر يكون هي فيلم الدار قبل من هذه الانتخابات هذه، لان كاينه واحد الانتخابات وهو كينتمي للحزب ديال الحمامه، وكنعرفوا بان الحزب ديال الحمامه دار لنا انتكاسه كبيره في عاصمه الاسماعيليه. الحزب ديال الحمامه دار انتكاسه في المملكه المغربيه. كنشوفوا الان السياسه اللي غادي بها اخ نوش هي سياسه فاشله. تنظن بان هذا صاحب الثقه انما هي ان تكنيك، وما تنظنش انهم غادي يمشيو فيها، ولا كانوا بصح قادين عليها وكاين الرجالات والعيالات وقد فمهم يجيبوا الاستقاله ديالو يحطوها. اللي كنعرفوا راجل يجيب الاستقاله ديالو ويحطها، وصعيب باش انا تحط الاستقاله ديالو. هو داروا سحب الثقه وما مشاش بحالو، شنو خصهم؟ لا لا، دابا هو ما داروش سحب، هما اصلا غادي يدخل السيد العامل، لان السيد العامل غايشوف بان مكناس عنده حبسات، اصلا مكناس حابسه، هو اللي ملي غايشوف بان كلشي حبس والامور حبسات كيدخل، غادي يدخل، لان نورمالمون هو راه كيبقى 3 سنين. لا كانت حسن النيه ديالهم يديروا، لا ما كنظنش. شوف انا ما غاديش نكذب، ولاني لحد الان نهار الجمعه غنعرفوا شنو واقع. شاد الجمعه اللي جايه غادي تبان لنا الصريح ومن الطريح، ولا راه منظومه كبيره ضد مصالح ديال المكناس والمكناسيين. فراسك السي رشيد زعما يقدر تكون، يقدروا يديروا استقاله كما الجامع ولا سحب؟ بيان سور يقدروا يديروا استقاله جماعيه ويحيدوا ويجلسوا ويحطوا، وديك الساعه نعرفهم بالرجل. ونعاودوا اخويا نديروا انتخابات حنا كاع اللي قاد، انا كنعرف على اللي قاد، ولكن راه ما تنساش الانتخابات القديمه جابت لنا واحد الناس، جابت لنا شي على الصعيد الوطني ما تنهضرش على الصعيد المحلي، جابت لنا شي كائنات. خليني نبقى ساكت اخويا صابر الله يحفظك، نشوفوا الجمعه دوز ديك الساعه نجلسوا نهضروا، نعطيك اللي بغيتي.